السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم ودرس جديد مع Open Building Designer، وهو برنامج من برامج البيم القوية. أول حاجة هعملها أجي هنا وأختار Building Design، فهيظهر عندي هنا Architecture وألاقي عندي هنا Wall وكرتين Wall ودور ويندوز، فأختار في الفيديو دوت هختار Wall. طيب إيه اللي حصل؟ أول حاجة إن هو دخل في البليس وبدأ يديني انت عايز ترسم ايه. هقول له مثلا عايز ارسم لاين، وهنا دي بليس وول، بختار من هنا نوع الحيطة، فممكن تختار اي نوع انت عايزه من هنا من القائمة ديت، وممكن من هنا تشوف زوم ان وزوم اوت وتغير مكان الحيطة، وده الويتس بتاع الحيطة، وده الارتفاع بتاع الحيطة، والتوب هل انت عايزه كونكت شيب ولا فيكسد هاي، ممكن تربطه بشكل معين او تديله رقم معين. خلي بالك لما قلت له اربط بشكل فخلنا اختار الشكل ولغى الهاي فارجعها تاني. بيقول لي النوع وول ولا بارتيشن ولا شافت ولا كيرتن وول وهكذا. طيب هقول له انا عايز مثلا ارسم على هايت لاين. طب انت عايز ترسم من النص ولا من الحرف؟ رسم لي الحيطه زي ما انا طلبتها منه. ممكن اقول له لا ده انا عايزها ارك اهو، وببدأ احدد اول نقطة وببدأ الف بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايزها باي ايدج، او كيرف، وركلك عشان اخرج من التحديد دوت.